تقول فضيلة الشيخ أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي، هل يجوز لي بعد أن أتحلل من العمرة أن أحرم بعمرة أخرى لوالدي المتوفى أهبها له، ثم يجوز هل يجوز أن أتحلل من عمرة والدي وأحرم بعمرة أخرى لوالدتي أفتون مأجورين، يعني ثلاث عمرات في وقت واحد، عمرة لي وعمرة لوالدي وعمرة لوالدتي. هذا من البدع أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في سفر واحد، لأن العبادات مبناها على التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يترددون إلى التنعيم ليحرموا مرة ثانية وثالثة ورابعة. وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل مكة في عمرة القضية مكة ثلاثة ولم يعد العمرة مرة أخرى، وفي فتح مكة تقضي 19 يوما ولم يأتي بعمرة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقضية خاصة، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت مع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، أحرمت بعمرة وفي أثناء الطريق حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي، فقال لها ما يبكي، فأخبرت يعني أنها حاضت، فقال لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قال ذلك يسليها وأنها ليس هذا خاصا كل النساء تحيض، ثم أمرها أن تحرم بها ففعلت ولم تأتي بأفعال الأمر لأنها لم تطهر إلا في يوم عرفة وانتهى. فقالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة الحج وأرجع بحج، قال لها طواف بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرك، فصار طوافها وسعيها أجزاء عن نسكين، ولكن رآها مصرة على أن تأتي بهم، فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تأتي بهم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إليه لتأتي بهم، ولم يأمر أخاها أن يعتمر، ولا اعتمر أخوها أيضا لأن ذلك ليس بمشروع. فدخل أخوها محلا ودخلت هي محرمة بعمرة وطافت وسعت وقصرت ومشت. فهذه قضية معينة في أوصاف معينة، كيف يفتح الباب ويقال من شاء تردد إلى التنعيم وأتى بعمرة؟ فنقول لا عمرتان في سفر هكذا.